الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودنا حضراتكم عندنا رحله طويله ومهمه مع جدعان بلدنا، ولكن اسمحوا لي حضراتكم قبل ما ابدا حلقتنا النهارده اكلمكم عن الجدعان في الانطره شرق بمحافظه الاسماعيليه، وتحديدا عند ترعه مدين قاسم. الدولة نفذت لهؤلاء الجدعان مشروع بمساحة 7100 فدان باستثمارات 200 مليون جنيه. هذا المشروع هو صرف مغطى، لأن هذه الأراضي كانت تتحول إلى برك ومستنقعات على مدى السنوات الماضية، يعني الأرض بتطبل والمياه الجوفية بتطلع على سطح الأرض، وكان لابد من عمل صرف مغطى لهذه الأراضي لإنقاذها. الناس هناك كانت بتعاني الأمرين، ولكن وزارة الموارد المائية والري قررت تنفيذ هذا المشروع لإنقاذ 7100 فدان. من هنا المشروع اتعرف بمشروع 7100 فدان. لغاية النهاردة وزارة الموارد المائية والري أنهت عمليات الصرف المغطى لحوالي 6500 فدان، اتبقى 600 فدان عند منطقة اسمها حوش 4. قدر هؤلاء الناس أن في 2 من المزارعين في حوش 4 أرضهم عالية وليست متضررة من المياه الجوفية، فبيمنعوا وصول الخط الرئيسي لهؤلاء المزارعين المتضررين، بيرفضوا رفض كامل مرور الخط الرئيسي من أراضيهم. بالتأكيد هذه ليست أخلاق المزارعين، احنا يجب ان نتعاون لما فيه الخير للجميع. ما ينفعش عشان انا ارضي مش متضرره ارفض تماما مرور الخط الرئيسي في ارضي اللي يدوبك هيشيل خط شجر، ولكن ينقذ خلف هذا الخط ما يقرب من 600 فدان. هذا الأمر شديد الخطورة، 2 من المزارعين بيمنعوا استكمال مشروع قومي استثماراته 200 مليون جنيه. تخيلوا حضراتكم المشروع بيتنفذ من سنتين كاملين ليل ونهار، وبقاله 6 شهور لم ينفذ فيه ساعة عمل واحدة، والسبب إن المقاول بيقفوا قدامه المزارعين وأبنائهم وبيرفضوا تماما وصول الخط الرئيسي إلى ما بعد أراضيهم. الناس في حوش 4 راحوا لوزارة الموارد المائية والري بيقولوا لهم لو سمحتوا عايزين نكمل المشروع ده 600 فدان. وزارة الموارد المائية والري بتقول لهم أنا مش هقدر أواجه 2 من المزارعين، حضراتكم ممكن تروحوا تتفاوضوا مع هؤلاء المزارعين وتقنعوهم بمرور الخط الرئيسي من أرضهم، يعني خط واحد من الأشجار سيزال ويمكن زراعته مرة أخرى، وأيضا سيحصلون على تعويض مناسب. الدولة ما بتسيبش حد غير لما بتعوضه عشان تنفذ المشروعات القومية. حتى اليوم المشروع متوقف الصرف المغطى في منطقة ترعة مدين قاسم، 200 مليون جنيه استثمارات معطلة بسبب تعنت 2 من المزارعين، بيقفوا قدام المقاول اللي بينفذ المشروع ورافضين تماما مرور الخط الرئيسي من أراضيهم. ليست هذه أخلاق أبناء الكرة. من فضلكم اقعدوا مع أهلكم واسمعوا منهم واعرفوا أن الدولة تساند من يساند المشروعات القومية. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. اللي قدام حضراتكم ده أول خط إنتاج إيطالي في مصر لتعبئة الجبنة البيضة ديليس، اللي مصنوعة بلبن طبيعي بنسبة 100% وملهاش حل، ومحفوظة في علب شركة إيلوباك العالمية، ودي أول علب جبنة بيضة سهلة الفتح، وبتحفظ المنتج صالح للاستهلاك الآدمي لمدة سنة، لأنها مصنوعة من 7 طبقات ورق معقم ومعزول وبيمنع تسرب الهواء. تكنولوجيا مفيش أفضل من كده في سلامة الغذاء. أما ليه الجبنة البيضة دي تحديداً ملهاش حل؟ أولاً لأن اللي صنعها قسط الجبنة المهندس فتحي كامل رئيس مجموعة بريجو للصناعات الغذائية، 45 سنة خبرة في صناعة منتجات الألبان، ومصنوعة بلبن طبيعي ومفيهاش جرام واحد زيوت نباتية، وكمان عشان ليها كذا طعم اسطنبولي وبالزعتر وبالطماطم وبالزيتون، يعني جبنة للمزجنجية، ومصنوعة بحب وبأدق معايير سلامة الغذاء. بجد ديليس حاجة فخمة وتستاهل، وبالهنا والشفا. الزيارة دي لمصنع بريجو للصناعات الغذائية اللي بقى بيمتلك أول خطوط إيطالية لتعبئة الجبنة البيضة ديليس في علب سهلة الفتح لأول مرة في مصر، بأوزان 500 جرام و250 جرام،
تعالوا في البداية نقابل المهندس فتحي كامل رئيس مجموعة بريجو للصناعات الغذائية. أولاً مبروك على المنتج الجديد. الله يبارك فيك. مبروك على العلبة الجديدة. مبروك على المعدات الجديدة اللي جات في المصنع. الله يبارك فيك. أنا شايفها نقلة كبيرة جداً وتحول كبير في كامل الإنتاج للأجبان. بس دي معمولة بخبرة 45 سنة. تمام. بدأنا ليه بالشكل العلبة كنت أنت حريص عليها جداً إنك لازم تغيرها. كلام ده بقاله 4 سنين وأنت شغال عليه. احنا لو رجعنا للتاريخ في مصر من 35 سنة ما كانش فيه جبنة فيتا بالمعنى اللي منتشر حاليا. كانت الجبنة اللي هي معمولة بتراديشنال واي في الصفيح والبلاستيك وكده. اول ما ادخل جبنة التترا باك في مصر طبعا كنت انا وفي شركة اسمها ميلك لاند، كانت مصر بتستورد الجبنة دي من فرنسا والدنمارك، فكانت اول شركة انتجتها ميلك لاند سنة 87. فطول عمرنا بنحب نبتدي احنا بالاول وبعد كده الناس بتقلدنا. ففي 87 عملنا اول جبنة نباتي في عبوات تترا باك، ودي كانت معروفة لان مصر كانت بتستوردها زي ما قلت لحضرتك. ابتدينا في شركة ميلك لاند، والنهاردة في اكتر من 20 شركة بتنتج نفس العبوة. العبوة دي كلها عبوات نباتي. كان هتقولي طب ايه كان سبب نباتي؟ ان نباتي تكلفته بتبقى اقل كتير من الطبيعي. زي ما احنا ابتدينا من 35 سنة بجبنة تترا باك في عبوات جبنة نباتي، برضو انا فكرت ان احنا نجيب جبنة، نعمل جبنة طبيعي باللبن الطبيعي بدون اي زيوت. طبعا الفكره يعني دي 100% لبن دي طبيعي، دي 100% ما فيهاش ولا نقطه زيت. يعني طبيعي. دي للمزاجنجيه، انا عايز اكل حته جبنه. طب انا كام بقى سعرها النهارده؟ النص كيلو، دي النص كيلو بيبقى في حدود 35 جنيه. 35 جنيه. اه، في طبعا شركات او محلات بتعمل ديسكاونت بتبيعها ب 29 وبيبيعوها ب 30. القصه بتاعتها ان احنا شفنا ايه العيوب اللي كانت في العبوات الجبنه اللي هي تترا باك العاديه، وبنحاول نتفاداها في عبوه جديده. العبوه من اسوأ العيوب او من عيوب الجبنه القديمه كانت اتز نوت ايزي، مش سهله ان احنا نفتح الجبنه الطبيعي. تمام، نقدر نقول كده ان هي اللي جايه، المرحله اللي جايه. والله هو زي ما قلت لحضرتك احنا كنا في مصر ابتدينا كلنا بالجبنه النباتي. هو سؤال خبيث على فكره، بس انا عايز استوضح منك. اعتقد ان الترند طالع للجبنه الطبيعي، لان في ناس، في بعض الناس متخوفين من حاجتين او من حاجه مهمه جدا، انه بيعتقد ان الدهن النباتي ده بيعمل له مشكله، مع ان احنا قلنا في اكتر من مره ان الدهن النباتي ما فيهوش اي مشكله وما بيختلفش عن القيمه الغذائيه عن الدهن الطبيعي. الفرق الطبيعي انه بيبقى طعمه افضل شويه، والناس المتخوفه بتدور على الجبنه دي. 4 انواع لغايه النهارده. ايوه صح كده، جبنه بيضه، جبنه بيضه بالزيتون، تمام، جبنه بيضه بالطماطم والزعتر، تمام، زي ما يكون يعني بتتجنن بجد. تمام. الرابع ايه؟ اللي هي الاسطنبولي، جبنه الاسطنبولي. تمام. بحب قوي اشوفك وانت قاعد على المكتب وبتدوق من كل خط انتاج كل ساعه الاجبان اللي طالعه. هقول لحضرتك حاجه، هو مصر عموما كانت الجبنه التراديشنال زمان الجبنه البيضه والجبنه الاسطنبولي وجبنه التلاجه. فاول ما نزلنا بجبنه الفيتا زي ما قلت لحضرتك سنه 87 في شركه اسمها ميلك لاند، كنا منزلين الجبنه العاديه خالص. فالناس لما قلبت من التراديشنال للجبن اللي في علب كرتون قالت لك طب احنا بنحب الاسطنبولي، فاحنا فكرنا نعمل الاسطنبولي في نفس العبوات. في بعض اوقات ناس بتقول لك طب انا بحب اذا اكل الجبنه مع الزيتون، فبالتالي اضفنا الزيتون. ده زيتون فعلا يعني بيبقى مهروس زيتون بيبقى لا بيبقى مستخلص زيتون طبيعي 100%. ما ينفعش ان انا احط زيتونه بحاله عشان دي مش هتمشي في المكان، لكن مستخلص زيتون. بنجيب مستخلص زيتون طبيعي وبيتحط على الخلطه، بيتحط سايل عشان كده ما بيظهرش انه قطعه صغيره من الزيت. حلو جدا جدا، طبعا حلو قوي. والزعتر بقى انا اعتقد انك كمان ممكن تكسر الدنيا مع الجاليه اللبنانيه الموجوده في مصر. حاجه ممكن دلوقتي الجاليات الشاميه في مصر بالظبط، الزعتر مع الطماطم. يعني ممكن المستهلك لو عنده فكره لجبنه معينه حضرتك تعملها له اكيد تسمعها. اكيد، ويبقى كل الاضافات طبيعيه، ما ينفعش نحط اي اضافات صناعيه على الجبن، لان الجبن دي بتتحلل في وزاره الصحه والمعامل، واي اضافات غير طبيعيه بتبقى فيها مشكله. فاحنا بنشوف المستهلك عايز يعمل ايه وبنجيب السورس بتاعه الطبيعي ونضيفه على الخلطه. دي ليس النهارده بالعبوات الجديده دي سواء 250 جرام او 500 جرام موجوده فين؟ الجبنه بتاعتنا ابتدينا بالسلاسل الكبيره لان كل سلسله معاها فروع كتير، ابتدينا بالسلاسل الكبيره وبعد كده هنخش على السلاسل المتوسطه وبعدين المحلات الصغيره في الجبنة. مؤشرات البيع عامله ازاي؟
الناس حباها، بنعمل تيست للناس. هو اللي بيدوقها بيتمسك بيها، فاحنا دورنا حاليا احنا دورنا حاليا ان احنا نوصلها ان المستهلك يدوقها وبعد كده هو هيشتريها من غير داعي. خلينا بلاش مجامله، انا كنت واقف على خط الانتاج، كنت اول واحده ادوق الجبنه دي. فاكر، فانا بقول لك تحفه. ايه فعلا تحفه. دلوقتي هنقابل السيد محمد طاهر المدير الاقليمي لشركه إيلوباك العالميه في مصر والشرق الاوسط عشان نتعرف على مميزات العلب الجديده سهله الفتح للجبنه البيضاء. وعلى فكره دي اول مره شركه إيلوباك العالميه تستخدم العلبه دي في تعبئه الجبنه، وده استغرق ابحاث ومفاوضات استمرت حوالي سنتين، وكانت فكره المهندس فتحي كامل رئيس شركه بريجو للصناعات الغذائيه. خلينا في البدايه اعرف شركه إيلوباك، اتكلمنا عنها وعن وجودها في العالم وعدد مصانعها. احنا إيلوباك شركه نرويجي، الشركه موجوده من سنين طويله جدا، من حوالي 70 سنة. تمام. شركه من الشركات الرائده في المجال بتاعنا، من اكبر 3 شركات في العالم بالظبط كده. من الشركات الرائده، واحده من الثلاثه اللي بننتج الورق المعقم للصناعات الغذائيه، الالبان والعصائر والجبن وحاجات تانية كتير كمان وصوصات. بس دي اول جبن في العالم، دي اول جبنه في العالم جوه ورق إيلوباك. ميزه العلبه دي ايه؟ العلبه دي اولا الوانها حلوه قوي، خلينا اقول لك اشكرك. وشكلها حلو، وهو المهندس فتحي كامل بجد عمل انواع الجبنه جواها عبقريه. الجبنه تحفه، الطماطم والزعتر بالزيتون، بحاجات اللي احنا نفسنا فيها بصراحه. لا والجوده بقى، يعني طبعا هو فكره طبعاً الفليفرز اللي موجوده دي 45 سنه خبره جبنه جوه العلبه دي، لكن الجوده خطيره. لا هو الفكره بتهيالي في العلبه كعلبه بقى، هي طبعا فكره سهله الفتح. يعني هي دي مشكله كانت السوق على فكره. هو مصر برضه عشان نبقى احنا عارفين فكره الجبنه في الكرتون، مصر هي اكبر سوق في العالم. صحيح. خلاص، فاحنا هنا بنعاني من سنين طويله جدا فكره فتح العلبه، طريقه الفتح والغلق لو ينفع يبقى فيه غلق اصلا. يعني الفتح بيبقى يا بمقص يا بسكينه، يا بقى الناس بتقعد تشرح العلبه وتعوير وقصص. لا الحقيقه القصه عندنا هنا دلوقتي خلاص بقى حلينا القضيه. ازاي؟ بطريقه حلوه جدا وسهله جدا. العلبه بتتفتح، لو عايز نجرب نجرب. ورينا حاجه. احنا ممكن يعني العلبه بتتفتح كده. خلصت؟ وبعدين كده. اوكي كده بقت متاحه، بقت العلبه. نقفلها ازاي بقى؟ احنا العلبه انا عايز اقفلها برضه عشان احافظ على المنتج بتاعها زي الفل. يعني العلبه كده قفلت، بتخش كده تحط في الثلاجه. بس تحط في الثلاجه. الصلاحيه للعلبه دي تحافظ على الجبنه جواها قد ايه؟ مده سنه. سنه كامله لو حسب المواصفه المصريه والكلام ده كله، يعني اتقاس واتجرب. طب احكي لي شويه عن الكرتونه دي، عباره عن ايه؟ عشان الناس فاكره الصناعه دي سهله. الفكره كلها فيها ان هي طبقات مختلفه من الكرتون، من البوليثيلين ومن الالومنيوم فويل. كل بقى طبقه، في طبقه بتبقى تيجي بعديها الثانيه ورا الثالثه ولا الرابعه، وطبعا ده من غير اي مواد حافظه ولا اي حاجه، ده عمليه صناعيه بحته بتقدر تحافظ على المنتج اللي جوه. معروف ان انا بشتري الورق ومعاه المكنه بتاعته، صح كده؟ وبعد كده الذهب هو الورق، لان انا بحط المكنه في المصنع عندي وبستورد من عندك الورق. تمام. صح كده؟ تمام. المكن متاح، مصنع جاهز، بيتطور كل سنه. طبعا. تكنولوجيا جديده كل سنه. طبعا. كلمني عن تكنولوجيا صناعه مكن تقفيل العلبه دي. تمام. هو المكن ده يعني كل شركه بيبقى لها المكن بتاعها، وكل شركه بيبقى لها يعني في طبعا التكنولوجي مش بتختلف كتير قوي من كل شركه للتانيه، لكن كل شركه ليها مكانها بطريقتها بحتت معينه في التكنولوجي خاصه بكل شركه لوحدها. مثلا فور اكزامبل، احنا المكنه اللي احنا بنتعامل معاها النهارده هي متصنعه في ايطاليا، وهي على مستوى عالي جدا من التكنولوجي. المكنه متوسطه الحجم، بنتكلم في حوالي 60 طن في اليوم، ده حجم انتاج 60 طن في اليوم. 60 طن في اليوم دي تمنها كام بقى المكنه ده او المعده دي؟ يعني أو خط الانتاج ده. خط الانتاج ده، ما هو خط الانتاج ده خلي بالك في حته اسمها مكنه التعبئه، بس بيبقى في مكن قبلها طبيعي. اللي هو اللي هو مكنه لا الحته اللي يطلع منها اللي تحط فيها الورق بتاعك لغايه لما ينتهي بعلبه مقفوله فيها المنتج. دي المكنه دي بحوالي 10 مليون جنيه. 10 مليون جنيه؟ طب ما سعرها معتدل على فكره. يعني هو بالنسبه للمكن هي مكنه متوسطه، ما هياش كبيره. احنا قلنا برضو بنبتدي حاجه جديده، فما ابتديناش بالخط اللي هو فائق السرعه. لا ما يعني في خطوط تقدر تعمل اضعاف اكشلي اللي انا
اللي انا قلته اللي هو 60 طن في اليوم. خط الانتاج الايطالي لتعبئه الجبنه البيضاء ديليس عظيم فعلا. تعالوا نقابل المهندس عاطف عبد الرحمن مدير مصنع بريجو للصناعات الغذائيه. عايز اعرف بقى من حضرتك المكنه دي مميزاتها ايه؟ احكي لي كده. انا شايف تعقيم وتعبئه ولزق على اعلى درجه حراره عشان نضمن اغلاق العبوه لحين استهلاك المستهلك ليها. احكي لي. الورق ده جديد من نوعه في المنتجات، في منتجات الالبان، سيفتي جدا، بيخش العبوه بتيجي جاهزه، خش سيكشن تعقيم عندنا تعقيم كامل، وبعد كده بتخش على الفيلينج تعبئه بالميزان بالوزن، بتتقفل سيلينج سيفتي جدا جدا بحيث انها تبقى ايزي اوبن، بتتعبى وتعدي على ميزان في المكنه، وبعدين تخش لمرحله طباعه وتغليف وتاخد التبريد بتاعها وتطلع جاهزه للسوق. انا متهيالي المكنه كلها روبوتس من جوه. بالزبط. انا مش شايف حد مقرب من المكنه، صح كده؟ لا لا لا، بظبط الشاشه وخلاص. فول اوبشن، انا بظبط السيستم بتاع المكنه وهي بتقوم بكل العمليه من A to Z. في دور عظيم بتقوم به شركه بريجو للصناعات الغذائيه لتدريب طلاب الزراعه والعلوم والطب البيطري وتعرفهم باحدث تكنولوجيات الصناعات الغذائيه. تعالوا نتعرف على اليات التدريب من الكيميائي محمد عبد الله مدير معامل بريجو للصناعات الغذائيه. مهندس محمد عبد الله مدير المعامل في بريجو، ليك دور عظيم جدا، شايف معاك الطلبه بتدربهم من كليه الزراعه والعلوم والبيطري على تكنولوجيا صناعه الالبان. تمام. دول ولادنا وعايزين جيل فاهم في الصناعه. تمام. بندربهم ازاي؟ بالنسبه للتدريب، هي سنه ثالثه على التوالي اللي احنا بنستقبل فيها الطلبه من خلال برضو مبادره مجتمعيه اطلقها رئيس مجلس اداره شركه بريجو المهندس فتحي كامل على استيعاب وتعليم الطلبه وتدريبهم على احدث التقنيه الحديثه لخطوط الانتاج عشان نبني زي ما حضرتك قلت جيل جديد يواجه ويواكب الصناعات الغذائيه بالمفهوم الجديد، وخصوصا تحت بند سلامه الغذاء. عملنا توأمه مع بعض الجامعات زي جامعه الزقازيق وجامعه الازهر، جامعه القاهره، جامعه عين شمس، وان شاء الله باذن الله مستمرين في هذا المشروع. كل نص ساعه تقريبا او مع بدايه كل انتاج للجبنه ديليس في الخط الايطالي بيعملوا اختبارات مهمه بالصبغه للورق المعقم الخاص بعلبه التعبئه عشان يطمنوا للحامات في العلبه وانها بتقوم بمهمتها على اكمل وجه. وخلال وجودنا عملوه حوالي 3 مرات وكانت دايما نسبه النجاح 100%. الخلاصه، صناعتنا الغذائيه بتتطور وحريصه على استخدام احدث تكنولوجيات التصنيع في العالم. جدعان بجد. دلوقتي حضراتكم هتزوروا معانا في محافظة الإسماعيلية مزرعة لا تدار بالطاقة الكهربائية لأنها باختصار شديد جدا عندها 3 مصادر للطاقة: أولا الطاقة الشمسية، ثانيا طاقة الرياح، ثالثا طاقة البيوغاز. مزرعة شديدة العبقرية، خليكم معانا. المزرعة اللي حضراتكم بتزوروها دلوقتي فريدة من نوعها بالفعل، لأن بيطبقوا فيها كل حاجة تقريباً عرفناها عن الزراعة، سواء في الري الحديث المطور أو استغلال الطاقة النظيفة المتجددة. وكفاية أقول لحضراتكم إن المزرعة بتدار من خلال طاقات الرياح والشمس والبيوغاز، يعني طاقة شمسية بالنهار وطاقة الرياح في الليل، وبينهم البيوغاز للتأمين. أما استغلالها للكهرباء فتقريباً صفر. المزرعة في محافظة الإسماعيلية ومساحتها 15 فدان، وهي مملوكة للكيميائي حاتم الرومي عضو مجلس إدارة مركز الطاقة المتجددة بجامعة المنوفية، وهي مزروعة بالمانجا والنخيل البرحي والزيتون، وفيها زراعة مائية متمثلة في أحواض سمكية بيمرروا عليها المياه الجوفية أولا وبعدها ياخدوها للزراعة بعد تمريرها على فلاتر قوية، يعني بيطبقوا نظم زراعة الأكوابونيك، وكمان فيها مزارع سمان ودواجن ورومي. تعالوا في البداية نقابل الكيميائي حاتم الرومي صاحب المزرعة واللي هيكلمنا عن أسرار إنشائها. عايز أرجع معاك لبداية هذه المزرعة من حوالي 5 سنين. إزاي فكرت إنك تعملها وليه؟ وإيه الهدف من أنت توفر فيها 3 مصادر للطاقة؟
المزرعة دي ممكن تدينا درس كبير جداً إزاي ممكن ما نعتمدش على الطاقة الكهربائية نهائياً في إدارة المزارع. حضرتك الزراعة بالذات من أهم العناصر النهاردة اللي معتمدة على الطاقة المتجددة. على سبيل المثال أي واحد مثلاً بيزرع في أرض أياً كانت صحراء أو غيره، مصدر الطاقة هو اللي ممكن يبقى مدمر وهو اللي يحوله أنه يكسب أو يخسر. دلوقتي احنا دول التلاتة شغالين، تلات مصادر للطاقة شغالة، طاقة شمسية، طاقة رياح، طاقة البيوجاز. ازاي بندخل السيجنال او التيار اللي انا مولده من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبيوجاز؟ هي دي اللي كانت المشكلة، ودي من خلال البحث العلمي قدرنا نتعاون مع عدة جامعات. حتى التوربينات اللي عندنا هي تصنيع محلي لجامعات مصرية خاصة وجامعات حكومية. واحدة واحدة فهمنا بقى، طاقة شمسية عملنا ايه، طاقة رياح عملنا ايه، طاقة بيوجاز عملنا ايه، وازاي دخلناها عشان تغطي؟ انت بتشيل سلوك وتحط كل شوية تغير مصدر الطاقة، ولا بيحصل ايه بالظبط؟ المولد اللي بالبيوجاز ده هو عبارة عن مولد مستورد بياخد الغاز المولد من مخلفات الحيوانات ويديني كهرباء، يبقى أصبح ده البديل في حالة عدم وجود شمس وفي حالة عدم وجود رياح بدون استخدام بطاريات. خليني أفهم نما حضرتك النهاردة، انت عملت طاقة رياح، طاقة شمس، طاقة بيوجاز، صح كده؟ تمام. ده موفر لك؟ ده موفر لي. النهاردة أنا فاتورة صفر، أنا بنتج طاقتي. المحطة بتاخدش خالص أي كهرباء من الشبكة القومية؟ إطلاقا لا، إحنا بناخد عندنا محطة نت مترينج مربوطة، ولكن اللي إحنا بنستهلكه بنديهم مكانه. نقدر نفصل النهاردة ونعتمد على نفسنا ذاتيا، ولكن عملية الفصل دي إحنا مش هتتم دلوقتي، لسبب إحنا قلبنا المزرعة إلى مركز بحث علمي. إحنا مجهودنا كله بناس مصريين، قليلا ما بنستعين بناس أجانب. مجهودنا في تنمية أو تعميق التصنيع المحلي، وبنحلم إن إحنا في يوم من الأيام نبقى 100% تصنيع مصري و100% الخبرات مصرية. أنا شايف عند حضرتك هنا ثلاث محطات رياح، إيه الفرق بينهم؟ إحنا كل واحدة ليها شكل. تمام. حاولنا ان احنا عشان نعمل مركز تدريب للطلاب ان احنا نجيب انواع التوربينات المختلفه. فهتلاقي توربينه مثلا اللي هي بنسميها المحور دورانها افقي، وتوربينه محور دورانها راسي، والتوربينه الثالثه دي مع جامعه عين شمس، دي فكره جديده اول مره بتطبق في مصر، ان هو بيضيف لها ديفيوزر. الديفيوزر ده زي مجمع، مكثف، مجمع او مجمع او بيكثف الهواء. فلو سرعه الرياح عندي مثلا 4 متر في الثانية، ده بيزودها لي يعديها ال 5 متر في الثانية. زي ما حضرتك بتقول أنا كان ممكن جبت توربينة واحدة وده أوفر، لكن لأني بفكر في الطلاب، بفكر في الشباب إزاي إن هو يشوف كل التكنولوجيا المختلفة، وبطبق أبحاث لبعض الجامعات، فلازم إن أنا أوفر له كل ده. يعني أنت اللي بيطلع من المزرعة بتحطه في حاجة جديدة؟ بحطه في حاجة جديدة وبزود عليه، لأن عايزه يبقى مكان يبقى فيه علم بينتفع بيه. يعني أنت حضرتك عايز تقول لنا من المزرعة هنا إن أنت ممكن تعتمد في النهار على طاقة الشمس بالزبط، وبالليل تعتمد على طاقة الرياح، وفي حالة لا قدر الله لا في شمس ولا رياح معاك البيوجاز بالزبط، وفي كمان مصدرين للطاقة حضرتك بتعملهم النهاردة صح كده، مشروعين هيظهروا النور كمان شهر اتنين. المهم ان هيبقى فيه خمس مصادر للطاقة متوفرين داخل المزرعة وانت بالزبط اختار بالظبط، صح كده؟ بالظبط. وده يوفر معاك، يخليك استهلاكك للطاقة تقريبا صفر، انتاج من داخل المزرعة. عايز افهم منك المشروع هدفك منه ايه؟ هنا نجحنا في الزراعة وتحلية المية، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي، تحلية مياه بالطاقة الشمسية أو بطاقة الرياح، واشتركنا في مشروع نيوتن مشرفة ونجحنا فيه. دلوقتي حلمي بقى أن نطلع على الصحراء أوفر حياة كريمة لشاب، أديله أرض يزرعها. الأساتذة طبعا هم بتوع الزراعة، النموذج احنا عاملينه هنا وناجح بالظبط، فأنت عايز تكبره في أماكن أخرى بالظبط، بس بشكل مختلف، اللي هو زي ما حضرتك شفت المكان ما تحسش أنك في صحراء، كل شيء قادرين نوفره في نفس المكان. ودي أسس ومبادئ، إن أنا لو حافظت على العامل اللي بيشتغل أو المهندس اللي بيشتغل أنا هضمن نجاحه. لو قلت لحضرتك إن مجلس النواب النهاردة مثلا بيذاكر وبيراجع وبيناقش قانون جديد جدا، هو قانون المطور الزراعي على غرار المطور العقاري، لو أسندت الدولة ليك نموذج من الأرض 1000 فدان، نموذج زي ده يكلفنا قد إيه ويستوعب شباب قد إيه؟ تمام. هو تكلفة الفدان لو اتكلمنا مثلا على منطقة زي الوادي الجديد من بدايته لغاية لما ينتج في حدود 50,000 جنيه، ده للفدان الواحد، للفدان الواحد لغاية لما ينتج وأبار وطاقة شمسية واستصلاح وبيت وزراعة والبيت ممكن يزود شوية على الفدان. احنا بنحاول نعمل نموذج مخفض دلوقتي يكون في حدود 150,000 جنيه، بس احنا بنحاول نعمل تجمع أو تجمعات صغيرة بوحدات تحلية مياه صغيرة ونوفر لها الخدمات.
يعني نعمل محلات لخدماتها. وده بالفعل في التنظيم المنظومه الجديده اللي انا عاملها. انه هيقعد هيلاقي حاجته، هيلاقي سوبر ماركت، هيلاقي كل حاجه، لدرجه ان انا عامل محلات انا هاجرها ببلاش لبعض الشباب. يبيع بذور، بيبيع له اسمده، بيبيع له السوبر ماركت، بيبيع له كل شيء ما يحتاجش يخرج الا للحاجات المهمه، ويبقى عايش في حياه كريمه زي اللي حضرتك شفتها دي، انه بيت بالرقي ده في الصحراء، متوفر له مية، متوفر له كهرباء، متوفر له غاز طبيعي. يعني التكنولوجيا دي مش صعبة على الناس، تكنولوجيا الطاقة المتجددة. أنا هحكي لحضرتك موقف بسيط جدا يبين لحضرتك إن التكنولوجيا دي خلاص ولا في أي رهبة منها ولا أي شيء. واحد فلاح بسيط دربناه على الطاقة الشمسية ومش متعلم بالمرة، جه لقينا بنعمل بعد ما خد التدريب بتاعه كويس، جه لقينا بنركب كولدير مية، بتعملوا إيه؟ قلت له بنشغله بالطاقة الشمسية. قال لي هو الموتور بتاعه اي سي ولا دي سي؟ يعني طيار مستمر ولا متردد؟ كنت لسه هسألك يعني ايه؟ اللي هو الطيار يا اما يكون مستمر يا اما يكون متردد. فقلت له انت بتسأل ليه؟ قال لي عشان لو جبت الموتور الدي سي الطيار المستمر هياخد الطيار المستمر اللي جاي من الخلايا بالظبط، ونظبط الفولت ونشغله ونستغنى عن انفرتر. الانفرتر ده يمثل مثلا نقول 20% او 25% من قيمه محطه الطاقه الشمسيه. فلما دربنا حتى اللي مش متعلم لقينا وعي. كمان في حاجه تانية، انا ممكن اقعد اعمل طاقه شمسيه وحضرتك بتشوف طاقه شمسيه كتير، تروح يجي يقول لك الطاقه الشمسيه ما بتشتغلش يا عم، طب بتخضنا، طب نروح نلاقي واحد ما نظفش الخلايا، نلاقيه حاطط حاجه عامله ظل على الخلايا، نلاقي زرع شجر قدامها، نلاقي في مفاهيم كتير جدا لازم الناس تتعلمها للطاقة المتجددة. وإلا مهما الدولة تصرف ومهما الدولة تعمل، المستخدم بتاعي إن لم يكن عنده هذه الثقافة فأنا مش هنجح. دلوقتي هنقابل الدكتور أحمد الغريب، الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر والمستشار الزراعي للمزرعة. المزرعة دي بعيدا عن الرسالة، كيف يمكن أن نحقق منها ربح مادي، وخصوصا أن احنا عندنا طاقة تقترب من الصفر؟ وطبعا المهندس حاتم الرومي رجل ذو رسالة، والرسالة دي رسالة سامية جدا، ولكن لضمان استمرارية هذه الرسالة لازم يكون في عائد يخش من المزرعة، على الأقل يصرف على المزرعة وعلى صحيح. العمليات اللي بتدار في المزرعة. مهندس حاتم تواصل معايا وابتدينا نقعد مع بعض ونحاول ان احنا نشوف ايه هي ازاي نعظم الاستفادة من المزرعة. رقم واحد طبعا هو بصفته متخصص في الطاقة الجديدة والمتجددة، قدروا ان هم يتوصلوا لزيرو كوست طاقة، فدلوقتي في اعتماد كلي على مصادر الطاقة المتجددة. رقم اتنين ابتدينا نعظم الاستفادة من مخلفات المزرعة. انا عندي المزرعة النهاردة زيرو ويست مخلفات، مفيش عندي مخلفات بتترمي، انا بعمل لها اعادة تدوير. عندي انتاج حيواني، باخد مخلفات الانتاج الحيواني الصلبة بعمل لها كومبوست بيضاف للمزرعة كتسميد عضوي. المخلفات السائلة بتروح للبيوجاز، بيحصل لها عملية تخمير وبتطلع عندي غاز البيوجاز اللي بيستخدم فيه كمصدر من مصادر الطاقة. رقم ثلاثة، أنا عندي أربع أحواض سمكية معمولة بنظام الأكوابونيك. الأكوابونيك ببساطة هو عبارة عن الجمع ما بين الاستزراع السمكي والاستزراع النباتي. نعم، بناخد الأسماك، بناخد المخلفات بتاعتها، بتبقى في صورة أمونيا. المخلفات دي بتخش على فلتر بيولوجي بيكون غني بالبكتيريا، البكتيريا دي بتحول لي الأمونيا لنترات، النترات دي بتتضخ في الشبكة، وبالتالي أنا بوفر أسميد النترات، تمن الأسمدة اللي أنا بستخدمها في المزرعة. يعني كان نترات طبيعية من مخلفات السمك، مصدر طبيعي للنترات، وبالتالي ابتدينا إن احنا نتجه إن احنا نسجل المزرعة أورجانيك. المزرعة دي تم تسجيلها وفقا لقانون الزراعة العضوية الأوروبي. احنا الآن في مرحلة التحول للزراعة العضوية لأنها هي مزرعة منزرعة بالفعل، فبناخد فترة 3 سنين تحول للزراعة العضوية، بعد كده بيتم تسجيلها كمزرعة عضوية. بعتمد على أسمدة طبيعية ناتجة من المخلفات الحيوانات ومخلفات الأسماك كمصدر للتسميد الطبيعي. المكافحة الطبيعية بعتمد على استخدام الأعداء الطبيعية في المكافحة واستخدام المبيدات الحيوية. لو بصينا للمزرعة هي مساحة على مساحة 15 فدان، في عندي إنتاج حيواني، في عندي إنتاج داكيني، في عندي إنتاج سمكي، ولكن المحصول الرئيسي اللي في المزرعة هو الزيتون والنخيل. المزرعة دي تحديدا تعتبر مركز أبحاث وتدريب على استخدامات الطاقة المتجددة وإزاي نستفيد بيها، يعني ليها رسالة وهدف واضح. وطبعا كل ما بنقلل في تكلفة الطاقة أرباح المزارع بتزيد، وهو ده المطلوب.
ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن اسمحوا لي قبل ما انهي حلقة النهاردة أكلم حضراتكم عن جمعية الرفق بالحيوان في مصر، مقرها في شبرا، وهي واحدة من أقدم جمعيات الرفق بالحيوان في العالم. للأسف صدر قرار بإزالتها من محافظ القاهرة عشان مساحتها 10,000 متر. هذه الجمعية لها دور عظيم جدا. فريق الجدعان راح لجمعية الرفق بالحيوان في شبرا وسمع القائمين عليها وتعرف على دورها، ولازم نسمعهم. بعدها استودعكم الله، اشوفكم ايام الخميس والجمعة والسبت الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان. جمعية الرفق بالحيوان في شبرا نار على العالم، وعمرها 125 سنة، واسسها الخديوي توفيق وكان أول رئيس ليها. جمعية معروفة على مستوى العالم وليها دورها الكبير جدا في مصر. الجمعية النهاردة بتحارب عشان تحمي أرضها اللي مساحتها يدوبك 10,000 متر. محافظة القاهرة عايزاها وبعت جواب للاستحواذ على الأرض. تعالوا نقابل قيادات الجمعية ونتعرف على دورها. دكتور شهاب الدين عثمان، رئيس جمعية الرفق بالحيوان في القاهرة. عارف يا دكتور ان انت مؤتمن على المكان وعشان كده مستحيل تقدر تفرط فيه، وعارف ان المكان مهدد وبقوة، عايزين يزلوه. انا عايز حضرتك تعرفنا يعني الاول جمعية الرفق بالحيوان ونشأنا هنا من امتى؟ احنا عمرنا 125 سنة. جمعية الرفق بالحيوان زي ما حضرتك تفضلت قلت من انشاء سنة 1895 بقرار من الخديوي توفيق، وكان هو اول رئيس مجلس ادارة للجمعية. هو شخصيا كان رئيس مجلس إدارة أول جمعيات إنشاءت. فإحنا بنتكلم مش بنتكلم عن جمعية، مش مجرد جمعية، ده أنت بتتكلم عن تاريخ، بتتكلم عن وكيان دولي، يعني وضع دولي. حضرتك شخصيا اتكرمت دوليا بالظبط كده، وأنا الجمعية بتاعتنا هي أحد أعضاء جمعية الـ SBCA، وإحنا أعضاء في هذه الجمعية العالمية اللي موجودة في أمريكا. والجمعية من سنة 1895 لغاية النهاردة بتؤدي الخدمات بتاعتها كما ينبغي طبقا للظروف اللي هي بتبقى موجودة فيها. عمرنا هنا يا دكتور في منطقة الشرابية في شبرا حوالي 60 سنة، ما حصل لناش أي مشاكل غير من حوالي 10 سنين. احكي لي اللي حصل من محافظة القاهرة وحي شبرا. احنا بدأت معانا المشاكل أو أحداث بعد أحداث 25 يناير. فوجئنا الجمعية، أنا فوجئت بأن بدأ بعض الإجراميين والأشخاص الغير مسؤولين هجموا على الجمعية وبدأوا يسرقوا كل الحاجات اللي موجود فيها، الأبواب والشبابيك. يمكن حضرتك لما تشوفها كل ده كان أبواب وشبابيك، والكلاب والخيول والحاجات دي حد كل ده اتسرق. وطبعا بالكلاب والخيول اللي كانت موجودة اتاخدت، العربيات اللي كانت موجودة اتسرقت، حاجات كتيرة جدا منها. فكان عندنا 3 عربيات كبار جدا للنقل الحيوانات والعلاج، كل دوت اتدمر. فمن هنا بدأت المكان لا يجد نوع من الرعاية أو التعامل معه. فإحنا التبرعات اللي كانت بتجينا كان أو اللي كان بيساعمنا الجزء بتاع وزارة الشؤون الاجتماعية ده توقف من 2005، الجزء الخاص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية من بعد 25 يناير. وبعد في موازنة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في الموازنة وموجود، وبعتنا لهم كذا مرة قلنا لهم يا إخواننا قلوا لنا أنتوا إيه سبب الوقف، ما بيردوش علينا لغاية هيئة الخدمات البيطرية برضو وقفت. وقفت من بعد هذا 25 يناير. يعني انت هنا المكان ده اللي ليه خدمات كتيرة جدا هنعرفها دلوقتي، كل ده قايم على التبرعات فقط؟ مش تبرعات، قايم على التمويل الذاتي اللي انا بستطيع ان انا اقدر اعمله، سيام من عن طريق العيادة او المستشفى البيطرية اللي هي موجودة، هي دي اللي بتمول لي وهي اللي بتخدم لي لهذا المكان. الحي شبرا هنا شايف ان في 2.5 فدان في وسط المساكن، وان هي ممكن تحولهم لمباني او تحولهم لمستشفى ايا كان المشروع الخدم اللي بيعمله. في حل لوجهة النظر دي؟ احنا تعاوننا معاهم في اكتر من مره مع الدوله. احنا بره بعتنا قلنا لهم تعالوا احنا مستعدين نتنازل عن جزء، على اساس كانوا عايزين ساعه ما اتعملت وزاره اسمها العشوائيات ان هم ياخدوه يعملوه مساكن. بعد كده اكتشفوا ان موضوع المساكن ده مش مجدي في المنطقه هنا، فغيروا رايهم، قال لك احنا نعمل مستشفى دي. وده نتيجه ضغوط من اعضاء مجلس الشعب، ان ازاي يبقى عندنا مستشفى للحيوانات وما عندناش مستشفى رغم ان موجود زي في المنطقه هنا اكتر من 3 مستشفيات موجودين بتخدم المنطقه والاماكن المحيطه بينا. احنا عايزين نقدم خدمه للدوله، وده احنا دراسه عاملينها دلوقتي، ان احنا مستعدين كجمعيه
نتعاون مع الدولة ومع الهيئة العامة للخدمات البطارية مع وزارة الزراعة إن احنا نقدم مشروع التخلص من الكلاب الضالة اللي عاملة مشكلة في مصر غير عادية. أنا مش عارف أشتغل، أنا عايز أعمل دوت، لكن الرعب اللي عملهن أو المشاكل اللي عملها لنا المحافظة معانا، لا امشوا لا روحوا لا اقعدوا. وزي ما تشاف حضرتك المكان ده كل ده كل شوية يجي حد يقعد يكسر المكان، جميل وكان فيه أشجار مثمرة، كل ده هدوه، كل شوية حد يدخل يشيل شجر يشيل مش عارف كل اللي عايز حاجة بيجي ياخدها وبتاع تحت دعوة ان احنا هنمشي المكان ده وهناخد المكان ده. فاحنا بنناشد بناشد السيد رئيس الجمهورية اولا بان ده الحفاظ على تاريخ مصر، ده انا بتكلم في تاريخ مصر مش بتكلم فيه. انا بناشد ثلاث جهات لانهم هم المفروض اللي هم اليوم تعمل، وزارة الزراعة، وزارة التنمية المحلية صفة المحافظ منها، وزارة التضامن، لان الجمعيات اللي موجودة ديت مسجلة تضامن، دي من ضمن الأخطاء اللي هي موجودة. أنا عندي حيوانات وعندي علاج وبستخدم بكله، أنت مسجلني ليه في وزارة التضامن؟ أنا المفروض أسجل في وزارة الزراعة مش في وزارة التضامن، لأن أنا بتعامل مع حيوان، وطالما بتعامل مع حيوان زي ما الإنسان كده في قرار بأن ما حدش يمد إيده على الإنسان أو يتعامل معاه غير اللي هو يكون طبيب بشري. نفس الشيء أنا بتعامل مع الحيوان، لازم ما يتعاملش مع الحيوان إلا طبيب بيطري، لأن هو ده مسؤوليته وهو ده دوره. دكتور راضي حامد، حضرتك مدير عام جمعية الرفق بالحيوان في القاهرة، كان لينا 26 فرع على مستوى الجمهورية كلهم تلاشوا وتم الاستحواذ عليهم من المحافظات لبناء مختلف المشروعات اللي بعيلنا هي اللي احنا واقفين فيها دي، المستشفى بتاعة شبرا. طب ايه الخدمات اللي بنقدمها لمصر؟ في خدمات مجتمعية للمجتمع بتاعي اللي هو خدمة أصحاب الحيوانات. الحاجة الثانية إن أنا بعمل توعية بالرفق بالحيوان والتعامل مع الحيوان ومنع انتشار الأمراض المشتركة. في 80 مرض مشترك بينتقلوا من الحيوان للإنسان، فإحنا بنمنعه ده عن طريق خط دفاع عن الأمراض دي. عن طريق ندوات بعملها للمدارس، وعن طريق زيارات المدارس عندي هنا، بيجوا المدارس بتيجي تعمل زيارات، يجوا يلعبوا مع الحيوانات وبنقف معاهم نحكي لهم ونقول لهم الموضوع ده. تحكي لهم حكاية الكلب اللي بيجي لوحده وتعالج ويمشي؟ يعني في الكلب اللي دخل لوحده أو مرتين ورا بعض، بيدخل جري على العيادة ويوري الدكتور الإصابة اللي عنده ونعمله العملية ويقعد معايا ويتعالج ويطلع. يعني كأنه جاي، ده طبعا ده على حساب الجمعية، ما حدش بيدفع له حاجة. دي تكلفته من عندنا. بنقدم خدمات للطبيب البيطري. الطبيب البيطري بالنسبة لي أنا بدرب الأطباء البيطريين حديث التخرج على عمليات التعقيم، وبيجي لهم دكتور من أمريكا من أصل مصري، بيجي لنا ثلاث مرات في السنة هنا، بنعمل دورات كل دورة أسبوع بيعلم فيها تعقيم الحيوانات. بدرب طلاب كليات الطب البيطري على مستوى مصر في اللي عندهم مقرر اللي هو التدريب الصيفي، بيجوا يمضوا التدريب الصيفي عندي هنا كمقرر، بنعمله مجانا. طب ايه موضوع النيابه بقى والاحراز ده؟ النيابه والقضاء لا يعترف باي جمعيه رفق باي حاجه تخصص بالحيوان غير جمعيه الرفق بتاعتنا اللي هي في الشعبيه. يعني بيكتب في القرار يتم احاله الحيوان لجمعيه الرفق بالحيوان، يحال الحيوان الى جمعيه الرفق بالحيوان وايداعه كحرز. بيجي عندي هنا، انا باخد هذا الحيوان وبيفضل عندي بياكل بيشرب بيتعالج بيتابع صحيا يوميا، بيتشاف الفتره بتاعته كلها. هذا الحيوان اما كلب او قطه او حصان او حمار، واحيانا بيجي لنا خرفان. يعني اي حيوان بيجي لي، حيوان متهرب، حيوانات عجول متهربه، كل الكلام ده ممكن يجي لك. اي حاجه بتتمسك وفيها قضاء فبيجيبها لنا. يعني حتى العربيات الكارو لما بيمسكوها بترمي الراتش بتاع البيوت كويس، بيسلم الحصان عندي. كلاب تعمل كوارث، تعض حد، تهم مش حد. يعني فده موجود عندي، ده خدمه انا بقدمها للدوله. كل دي يعني انا بتحمل الاحراز دي كلها مجانا، انا متحمل اكلها وشربها وكل حاجه. بيصرف عليها منين؟ من العياده. انا ماليش مصدر دخل، لا الدوله بتديني حاجه ولا في تبرعات بتيجي ولا في اي مصدر ليا.